اعمالهم ومع تاريخهم ومع كل الانشطه بتاعتهم، بحيث ان انت يبقى عندك باك جراوند حافظها من غير ما تفتح كتاب وتذاكر وتحفظ، يعني انك انت مش ماده موجوده عندك انت بتفتح كتاب وتحفظ وتحط، لا انت بتفهم وبتستوعب وبتحاول تعبر عن نفسك، وبالتالي في الاخر يخلص الامتحان بتاعها انت برضو الماده دي موجوده في ذاكرتك وبقى عندك دوكيومنتيشن كبيره جدا في دماغك، ها تقدر تشتغل بيها في شغلك انت الخاص، تقدر تعبر عن نفسك. فانا يعني فخوره بيكم كلكم، وطبعا الدكتور ايمن ربنا يخلي ليكم ولينا ان هو بيساعدكم ان انتم تاخدوا كل المواد بتاعتكم بنفس الطريقه، يعني هو بيديكم يعني طريق تبتدوا تشتغلوا بيه. فانت لو عملت كده في حاجات كتير هتلاقي نفسك بقيت معمل هايل. كل سنه طيب.